السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نعطيك واحد التطبيق ضروري يكون عندك في الهاتف ديالك. هذا التطبيق كيعطيك واحد المعلومات على الشاحن ديالك، واش فيه شي مشكل، واش كيشارجي مزيان، وكذلك كيعطيك البطارية ديالك واش ما فيها حتى مشكل، وكذلك الحرارة ديال الهاتف ديالك. ما عليك غير تتبع الفيديو وبارطاجي مع الأصدقاء باش يوصل جميع المتابعين ديالنا. يلا نمشيو دابا للشرح. كيف العادة كنمشيو لعمي بلاي ستور كنتيليشارجيو هاد التطبيق الظاهر أمامكم. من بعد كنتيليشارجيو كنفتحو هاد التطبيق. هذا هو التطبيق، كيعطيك لاكاباسيتي ديال الباتري ديالك، كيعطيك الحرارة ديال الباتري والهاتف 29، كيعطيك شحال الباتري ديالك. كذلك كيعطيك واحد الخاصية زوينة، هي انه واش الشارجور ديالك مزيان ولا ما مزيانش. اجي تكليكي على هاد الخاصية التحتانية، دابا مازال ما راكبينش الشارجور. فاش نركبو الشارجور غادي يبين لك هنا، الى عطاك هنا النو يعني ان الشارجور ديالك راه مزيان، الى عطاك يس راه فيه شي مشكل. وغادي نركبو الشارجور ونشوفو. الشارجور راكبين الشارجور، هو كيتشارجا وكيعطيك القوة ديال الشارجور ديالك كما كتشوفو، كيعطيك شحال ملي واط كما كتشوف، شحال كيشارجي من لي واط. ولا يطلع لك هنايا بانه يس راه كاينه شي مشكل، الشارجور مزيان ما عندك حتى مشكل فيه. نتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء، وتحياتي لكم. هذا التطبيق ضروري يكون عندك باش تيستي الشارج ديالك.